الأول للمنتخب الوطني المغربي. عبد العزيز برادة يسجل الهدف الأول، النجم الذهبي الصاعد الكرة المغربية لاعب برادة يرتفع التسجيل. هدف ممكن أن يكون هو النقطة اللي غتغير مجرى المقابلة. برادة كيسجل الهدف الأول وغادي يقلل من الضغط على اللاعبين ديال المنتخب الوطني المغربي. عبد العزيز برادة يفعلها ويسجل الهدف الأول في لحظة كل من ضغط العمليات في معركة حربة وسجل هدف ويتعود على التسجيل. لاحظ الإعادة. إذا عبد العزيز برادة لاعب نادي خطافي الإسباني. لاحظوا التمريرة من يوسف العربي المحترف في نادي غرناطة. لاحظوا إعادة طريقة جميلة هدف مقابل شيء. الآن ممكن أن المقابلة ترجع تنطلق من جديد. هذه انطلاقة جديدة لهذا اللقاء، انطلاقة من أجل البحث عن تحقيق نتيجة إيجابية والعودة بنتيجة الذهاب على الأقل بعد الدقائق المتبقية. هذا أجمل سيناريو ممكن ترقبوه إن شاء الله. لما لا، برادة افتتح التسجيل، نتمنى نشوفوا هدف ثاني.